تمام عبد الحكيم. بص يا كابتن، هو المواعيد بتاعت الكاف برضو احنا مش عايزين واحنا بنتكلم وندي مبررات نقول ان او بنتكلم على اخطاء في مواعيد المباريات ننسى ان في بعض الاخطاء اللي موجوده، لكن الكاف مثلا قصه المواعيد بتاعته دي مش من دلوقتي. انا معلش مش فاهم يعني ايه اخطاء موجوده. اخطاء موجوده في الفريق؟ في اخطاء كلنا مجمعين على هذا الامر طبعا، لكن في نفس الوقت الكاف ده مش اول خطا ليه في المواعيد. هو السوبر الافريقي اتحدد امتى؟ بعد 4 أو 5 أيام من كاس العرب. هتقول لي في 5 أيام بس لعبتك ما كانتش معاك، يعني انت 8 أو 9 لعيبه من اللي كانوا معاك كان مع المنتخب، وكاس العرب كان مقامه تحت رعايه الفيفا، اذا بطوله مدرجه، فبالتالي انا ما كانش منطقي انك تلعبني السوبر الافريقي بعد 4 أيام، تيجي بعد كده تروح تلعب كاس العالم للانديه بدون على الاقل 6 أو 7 لعيبه من القوام بتوعك، وحتى لو جم يعني تاني ماتش ما كانوش بيتمرنوا معاك، ثم بعد كده تقول لي حاطط لي ميعاد يوم 11 فبراير وانت عارف انك نهايه كاس العالم للانديه 12 فبراير، تقول لي ما انا اجلته لك. اه ما انت اجلته لي امتى؟ حاطته لي في وسط ضغط مباريات الدوري، ماتش المريخ الاولاني انت جبته لي ضغطتني، هو ايه سبب ضغط المباريات؟ ماتش المريخ اللي انت حطيته 11 فبراير وقت كاس العالم للانديه، فبالتالي لما انت اجلت لي الماتش اللي انت اصلا غلطته وحطيته في وقت كاس العالم للانديه، اضطريت بعد كده لما تاجل المريخ حطيته لي امتى؟ 5 مارس، بالتالي رحت لعب المريخ، رحت لعب بيراميدز، رحت رايح على جنوب افريقيا، فعملت لي ضغط مباريات. النقطه الثالثه اني انت رحت جاي عامل لي المباراه بتاعه الهلال اللي هي اخر مباراه في الجوله، عملتها لي 1 ابريل او 2 ابريل، حتى لو 2 ابريل على افتراض 2 ابريل. برضه ديانج وعلي معلول هيجوا لك امتى؟ هيجوا لك على الماتش. يعني هل ده منطقي؟ لا مش منطقي. لعبت المنتخب معلول مع منتخب مالي. معلول منتخب مع منتخب تونس وديانج مع منتخب مالي. الاثنين ضد بعض. والاثنين ضد بعض. الاثنين ضد بعض. مباراة فاصلة. حتى لو هتلعب يوم 2، يعني هو الكاف بيديك 1 أو 2 وهيقرر لسه. على افتراض نحدد لك 2، اللعيبة هتلعب يوم 29 هيجوا لك يوم 30 هتديهم راحة على الأقل يوم، يعني 1 أبريل، يعني يتمرنوا معاك تمرين. على حسب نتيجة المباراة كده ولا كده، أنت على الأقل محتاج راحة، محتاج يعني على الأقل سواء لا قدر الله خسران أو لا. يعني هيقول لك يتمرنوا، لو الماتش اتعمل 2 هيتمرنوا معاك تمرينة واحدة بس يوم 1 أبريل ودخول معاك المعسكر، كل اللعيبة الدولية. فالمواعيد ومباراة مصرية حتى. ومباراة مصرية جدا، وخد بالك الهلال دخل في الجيم. طبعًا بعد ما خلاص دلوقتي كسب على المريخ دخل في الجيم، فإذا مواعيد الكاف. وخلي بالك ما هو هيلاعب سان داونز عنده كمان. طبعًا. والماتش ده هيبقى ماتش نسبيًا، يعني الجولة اللي جاية هتحدد شكل المنافسة، بس أنا أعتقد المنافسة يعني البطاقة التانية هتتحسم في آخر جولة. في آخر جولة مظبوط.